يلا الدراري اللي شي اللي دخل ايبارطاجي اللي دخل ايبارطاجي بغينا اكبر بارطاج وهادشي داخل في اطار ديال الحمله ديال مقابله الحسيمه وفي نفس الوقت باش نتصالحوا مع المدينه ديالنا. الحمد لله شفنا واحد التغيير. قبل ما ندخلوا في موضوع بارطاجيو بارطاجيو دابا عطيكم واحد عطينا واحد ربع ساعه بين ما يدخلوا اكبر عدد ديال المشاهدين وموراها غادي ندخلوا جواد راه جواد يتسناكم. الدراري الله يرحم الوالدين شوف كتسمعوني مزيان كتسمعوني مزيان الصوت مزيان الصوره مزيانه كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي بارطاجي بارطاجيو في الباجات عندكم. ها هو جواد راه كاين راه هو تيحييكم خويا جواد بارطاجيو غنوصلو لألف مشاهد غادي نبداو اللايف ديالنا. كلشي بارطاجي الصفحات العسكرية بارطاجي كلشي بارطاجي أي حاجة عندها مصلحة بالفرقة وبالجمهور حنا مرحبا بها تخدمو عليها. تحية للمجموعات بجوج اللي بفضل ديالهم ولينا كنشوفو العائلات في الملعب ولينا كنشوفو واحد الأجواء زوينة في الملعب بصحتنا الرباح اللي ربحنا كونتر جديدة. تحية للعساكر اللي في المغرب واللي في الغربة حتى هما اللي ما كرهوش يكونوا معانا. واش كتسمعوا الصوت ولا ما كتسمعوش؟ كتسمعوا مزيان ياك؟ اللي كيسمع مزيان يدير لي يكتب لي فار. يلا الدراري بارطاجيو 137 واحد مازال ما كاين والو بارطاجيو 137 غير بارطاجيو غادي تولي 260 بارطاجيو الصفحات لانهم اللي عندهم اللي عنده شي صفحه اللي عنده شي حاجه بارطاجيها. هو جواد راه كاين راه واجد راه تنتسناو غير الدراري يدخلوا باش منين غادي يدخل غادي ندخلوا دير مباشره في الموضوع. ومرحبا بخويا جواد و أمولة نوبة 151 عسكري من أصل 5000 عسكري عندي في الفيسبوك اللي ما تم يدخل يلا لأي واحد عسكري وتتسنى جواد ودوش وتتسنى الهضرة ديال جواد ودوش شنو غيقول جواد ودوش والعقل ديال جواد ودوش ابارطاجي. ومرحبا كما تنقول لكم مرحبا بالعساكر اللي في المغرب ولا لا برا اللي تيساكريفيو مورا الغالية واللي صابرين هاد السنوات كاملين بدون الوقت بدون ألقاب بدون مراتب متقدمة بلا والو وخا هكاك مازال صابرين ومازال أوفياء. ومبروك علينا كما قلنا الإنتصار مبروك علينا هاد الماتش كامل. علاش علاش هاد الماتش كامل؟ لأنه داز أحسن 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 الأجواء. حاجة وحدة اللي ناقصانا حنا بصراحة حاجة وحدة اللي ناقصانا حنا هي اننا تنغلطوا بعض المرات تخسر الهضره. اليوم ما غيكون لا تخسر الهضره لا والو ما يعني الا كان شي مشكل راه حاول نيفيتي. حنا ما عندناش شي حاجه ماشي شي وحدين بروفيسيونيل اللي غادي نديروا لكم شي لايف برو ولكن مع المده ان شاء الله نحاولوا نحاول. كاينين دراري عندنا مواهب في الجمهور تيعرفوا تيخدموا هادشي ديال الميديا تيديروا هادشي ديال الفوتوغرافي هما غادي يديروا بقى يديروا بحال هاد البادرات بس ما بقى يدير لي انا باجي بقى يحرش لي بعباد الله صفحات بزايد حتى صفحه ما كتعطي فكره. كاين قليل شي 4 صفحات ولا 5 بدون ذكر الاسماء هما اللي ما تبقى تيجمعوا الجيمات. داري بارطاجيو 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 كلشي اي بارطاجي بارطاجيو اخوتي بارطاجيو. واش كلشي كيسمع بعدا؟ كلشي كيسمع ياك؟ كلشي كيسمع. انا ندير دعوه للاصدقاء اللي عندي هنا كاملين بارطاجيو كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي عنده اللي عنده شي صديق بارطاجي اللي عنده شي صفحه اي بارطاجي صفحه الزائر صفحه اي صفحه بيبليك تي في صفحه الجمهور العسكري السرخة الجمهور العسكري جروبات المجموعات ديال العساكر بارطاجيو المفيد. الى بغيتو نبنيو شي حاجه مستقبليه تكون بنيه على الصح وتكون عندها قيمه وعندها عندها
عند كيما نقولوا البليس لصالح الفرقه وصالح الجمهور. معنا جواد اليوم اخويا جواد وادوش، انا غنطلعوا لكم دابا. فين هو السي جواد؟ جواد صيفط لي اخويا شي تحيه. صيفط لي اخويا جواد شي تحيه. صيفط طنجة جيت طنجة السيرفون هانش. راه هذيك طنجة باقي كمان ما درنا الشونشي ما تتقلبش هذيك. خويا المعروفي الله يحفظك، تحياتي خويا خالد ومبروك عليك الدبلوم السي. عقبال الدبلوم اخويا بي خويا جواد. جواد ودوش هاي لي خلي داك الشيء، خلي داك الشيء حتى الاخر. شنو وليت الاخر جواد؟ وصلتك اخويا الانفيتاسيون؟ خويا جواد الروح الرياضية خويا، ما ان احنا الروح جواد خويا كتب اخويا شي تعليق اخويا جواد باش نشوفك واش كاين هنا ولا لا. لا جرى ولا وصفت ليا بلاتي اولا نجبدولك جواد 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 رصفت لك اخويا، رصفت لك انفيتاسيون اكسبتي لا كام باش باش تطلع معايا اخويا جواد. اخويا جواد اهو خلينا نمشي حتى الاخر نسالو ضروري. جواد وصلاتك اخويا ياك؟ دير اكسبت اخويا جواد. تحية الدراري ديال القرية وديال الصخيرات وديال الشميره وديال الرباط وديال 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 العساكر كما قلت لكم، المغرب كامل داخل المغرب وخارج المغرب. وتحية الدراري اللي مشاو للجديدة كما قلت لكم، ماتش ديال جديدة داز بأحسن أجواء، شفنا واحد تنقول زويون منظم، وشفنا في نفس الوقت الوجوه اللي شحال هادي ما شفناهاش، وشفنا واحد الفيكتوار اللي كنا كنحلمو بيه شحال هادي، الريمونداطا 3-1 بصحتنا. شوف حنا راه كنهضرو باش يكون الاخر، انا راه تنقولها لكم كنعاودها، انا راه ماشي شي واحد اللي قاري واللي واعي واللي على قد الحال، اللي درت شي حاجه كنديرها كنحاول ان نوصل الميساج واخا يكون ميساج زويون. وتنتمنى من الجمهور يبقى يدير بحال هاد بحال هاد البديلات، تنفرح ليهم والله الا كنفرح باش كنشوف الجمهور. جواد خويا جواد يا هو عاد صيفط لي ما صيفط لي ما وصلتني والو. فين هو جواد هنا؟ جواد راه صيفط لك لك انا اللي كنصيفط لك هاد وصلك دير اكسبتي موجد لك اخويا جواد، موجد لك مزيان اخويا جواد. وباش ما تنساوش جواد راه عرفتي شنو راه ما عزتش وما نقولهاش لكم، ما عزتش كبيره في الرباط وفي العاصمه الكبرى، جمهور العسكري تيحتارمو تيقدرو، وباش خلاها متورخه بالقوشمار
هذاك الكوشمار هو اللي خلى جواد كبير في عينينا، بلا ما نهضروا على الالقاب اللي دا، بلا ما نهضروا على داك الشيء اللي عنده، بلا ما نهضروا على شحال من حاجه. جواد واش كنقول لك اخويا؟ راه شفتك راهي اجوتي اونكو، غاتسناك انت اكسبتي. ماشي حل حل لي انا جواد. صفت لي انت اخويا، صفت لي انت، صفت لي انت اخويا جواد. فهمتش انا ديما دل... اخويا راه عرفت راه ماشي هو راه كونيكسيون كدير بحال هكا. حنا اخويا راه على قد الحال، راه ماشي هادشي العساكر وهادشي اللي كنديرو في اطار الحمله اللي درناها شحال هادي، ماشي اللي درتها، اللي درناها باش بنادم مابقاش ياخذ الامور. وصلاتك جواد؟ هيا وصلاتك دابا؟ هيا راه وصلاتك اخويا جواد، راه صيفطلك هيا اونكو، هيا نصيفطك اخويا انت اخويا جواد. هيا اخويا جواد انت. استاذ صيفط لي انت جواد، صيفط لي انت تحت انفيتاسيون، انت صيفط لي انت انفيتاسيون، الا ما وصلتك صيفط لي انت انفيتاسيون. انا الشكل جال صيفط لي انت اخويا جواد، صيفط لكم هاد الحملة هادي درناها دايرينها حنا كاملين. علاش؟ باش نتصالحوا مع مدينتنا، وباش نتصالحوا مع الجمهور ديالنا، وباش نشوفوا الجمهور ترجع للتيران. الحمد لله الماتش ديال شفنا دراري صغار وكبار، شفنا الناس بوليداتهم، شفنا الدراري ولاد الفيراج جاي رجعوا عاوتاني للفيراج وبوليداتهم. ولكن اللي ما ناقصنا حنا هما الالقاب، هذوك الالقاب هما اللي متعطشين ليهم، وتنتمنوا اننا نلقاو لهم حل. الحل ما عندناش بيدينا حنا، حنا ماشي حنا بحالنا بحالكم، حنا كنعتبروا راسنا بحالنا بحالكم، ما عندناش ديك العصا السحريه باش اننا غادي نقادوا الفرقه، ولكن ما غاديش نخليوها وقت الشده. فهمتي؟ راه ماشي رجعنا على ود اننا باش نبانو كما تنقولوا للدراري، ولا بالعكس الفرقه تتعاني وحنا جينا. كوكو ما كانش هاد الكورفاتشي بصراحة، كون ما كانش هاد الكورفاتشي كون لقيتو التيران خاوي. تحية لدوك الدراري اللي كانوا في المنع، اللي بقاو حاضرين، واللي بقاو هازين المشعال، واللي مازال خدامين دابا، والخدمة النقية. والحمد لله كما شفتو كورفاتشي راه ولات كورفا موحدة. أول مرة ولينا كنشوفو باش كورفاتشي معلق، هاد الشي تيفرحنا بزاف. اللي ناقصنا هو نزيدو اننا نتوحدو، لان جمهور طيفار ماشي غير مدينه الرباط، ماشي غير تمارا، وماشي غير الصخيرات، وماشي غير سلا، وماشي جمهور الرباط فين ما مشيتي كاين. شو خويا جاود واش وصلاتك؟ انا شفتك، انا صورك، انت صورك باش تشوف، انت صورك. لا 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 قرب الكاسك، قرب الكاسك من حدا فمك اخويا جاود شويه. هما قالوا الغولياضور حتى الغولياضور، شوف والواحد اللي ما تبدلش هو انت اخويا جاود. الفورمه هي الفورمه باش ما بغاو.
يا جوج والله خويا، ودابا دابا والله خويا نحطك دابا نلعبو كناف تباركي دابا لحد الان شعرك خويا جوج قناص وود الكره، ماشي زعما جيتي من جيتي ودفعوك فهمتي. وتضعف هالسم رضوان الله يبعد عليك اخويا، الله يبعد عليك ولاد الحرام اخويا جواد، الله يبعدهم من الله. تحياتي لك والدراري راتي او ما الدراري كلشي راه فرحان بك. اول حاجه الدراري بارطاجي، وبعدا بارطاجي كلشي بارطاجي، وكلشي كيحييك وكلشي كيتسناك اخويا جواد. عندنا لك شي اسئله اخويا جواد بغيناك تجاوبنا عليهم في اطار هذه الحمله اللي دايرين حنا على ود الماتش ديال الحسيمه، ماشي على ود الفرقه، الفرقه هذيك من لي برينسيپ ديال اي واحد زعما، ماشي غير التراس كمشجع، من لي برينسيپ انه هو حب الفريق داخل، باش تبغي فرقتك غتمشي تساندها. كاين الجمهور اللي طلع ليه الدم من جهه النتائج، كاين اللي من جهه الوعود الكاذبه، كاين وكاين، ولكن كاين واحد الناس اللي حببونا في ذاك في ديك الفرقه وخلاو البصمه ديالهم، وبيهم الناس مازال كتزيد كتبغي لي فار، كتكبر وكتفرج الفيديوهات ديال جواد ودو شكون طر الماتش ديال الرجاء في الكوشمار، كيسكت لك جمهور ديال الرجاء وكيحيد لهم بطوله وسط الرباط وكيطيح لهم المنصه ديال الحفله، والداودي يجري عليه راه بزاف يا جواد. لا الحمد لله، هذاك واجب اخويا رضوان، وتحيه لك خويا رضوان، وتحيه لكل الجمهور العسكري. اما حداك خويا جواد نبداو على بركه الله ولا نبداو معك خويا جواد؟ كتسمعني مزيان جواد ياك؟ اول سؤال اخويا جواد، اول سؤال اخويا جواد، بغيت لك تعطينا نبدا على المسار ديالك، نبدا على المسار ديال جواد، جواد ودوش. كما تعرف الجامع خويا رضوان، فجواد ودوش فيها الكل تعرفوا بلا ابن مدينه قصب التادله. انا جيت شوف جواد، جوج اسئله، كيف نبدا على نبدا على المسار ديالك، وكيفاش حتى التحقتي بالفار فهمتيني، باش ما نطولوش الهضره فهمتي. عطيك جوج اسئله في الحياه ديالي غادي نرجع. جواد ودوش فهو طفل عادي بحالي بحال جميع الناس، ولد مدينه قصب التادله، مدينه اللي صغيره بتي باطلة، اللي كنت مهووس بكرة القدم، كنت ألعب كرة القدم مع تتقطع عليك الصوت جواد وغيره. كنت يتكلم على فريق شرق لا كانوا فيه لاعبين اللي كانوا في المستوى، وهذاك كنت انا هو الدري الصغير اللي كنت فيهم في اللعب، كنت صغير واحد مجموعه ديال اللعابه اللي كانوا كبر مني. ديك الساعه كنت اصدى فريق، كانوا فريق في الدار البيضاء، فريق الجيش الملكي، كانوا ديما تسمعوا بلي راه كاين واحد اللاعب في فريق شرق لا لاعب صغير اللي اتصلوا بيا، وهذاك الرجل اللي قرب المسافه بينهم، هضر معاهم المسافه بين الفريق الجيش الملكي اللي فرق اللي قرب المسافه على فريق الجيش الملكي باش يكون اتصال معايا، هو اللاعب السابق ابن المدينه اللي هو العزيز عبد الملك، هو اللي كان ينتمي لفريق الجيش الملكي، اللي حمل الالوان ديال الفريق قبل مني، هو اللي سهل لي الالتحاق بفريق الجيش الملكي. ياك اخويا جواد شكرا على هذا الفيديو، كمل ساكن وتزيد. واللي كان وانا الحاجه اللي كانت زوينه في هذيك الوقيته بالضبط، اللي كانت الالتحاق ديال فريق الجيش الملكي، هو كان ديك السنه كان واحد التغيير كبير في الفريق، كانت مشات جينيراسيون كامله، بقاو منها كما تنقول واحد سته لعابه ولا خمسه اللي بقاو من جينيراسيون قديمه، اللي كانت اللي كان ذاك كما تقول كان شمامي بو، كان فيها شمامي، كان بولال، كان عز الحمار، كان قريشات، كان واحد جينيراسيون قبل منا اللي حملوا القميص وكانوا يصرفوا القميص ديال الفريق. جينا بحال ضحكنا موراوني بقاو معنا، بقاو معنا واحد سته دراري من دوك كما تقول كادي، وجينا حنا كنا صغار سنه وحده، كنت جيت انا وقت انا يوسف قديوي، احمد اجدو، خالد معروفي، ياسين ناعوم، كنا جينيراسيون اخرى جديده، ديك الجينيراسيون اللي كانت فاتت بالالقاب من 2003 حتى 2008،
احنا جينا ديناصور جديده اللي طبعا تاقلموا بسرعه مع دوك مع الاخوان ديالنا اللي كانوا اللي بقاو من الجلسه القديمه اللي سهلوا لنا الاموريه باش انتيغراو في الجروب. ومن بعد الحمد لله شفتي المسار اللي داز فريق الجيش الملكي بهذيك الساعه، كانوا القاب كانوا بزاف الحوايج، وهذا الشيء ماشي فضل اللعابه، هذا كان فيه كانوا فيه عوامل كبيره اللي خلونا في هذيك الوقيته باش نفوزوا بالقاب ونديروا اللي كان اللي الفضل الكبير تيرجع للناس اللي كانوا تيخدموا في الخفاء في هذاك الوقت مع فريق الملكي، ولا الجمهور الكبير اللي كان تيجي يساندنا واللي كان هو السند الكبير ديالنا في هذيك السنوات اللي فزنا بالالقاب. وقول لنا خي جواد، من خلال التجربه ديالك، شنو الفرق ما بين ديك الفتره ديال ما بين ديال 2003 2008 و2009 و2019؟ شنو الفرق اللي كيبان لك؟ قلت لك انا واحد هو اللي كما قلت بحال هو اللي كان بوزيتيف في هذاك الوقت بالضبط، اللي كان على المجموعه كان جات جيناسو صغيره، كانوا لعابه اللي باقي يلاه جايين، لعابه اللي يلاه جايين بغي كانوا لعابه يلاه جايين بغي يسمعوا الاسم ديالهم فريق الملكي. وراك تعرف في علم الجامع بالله اصلا اللاعب اللي كانوا قبل لما تكون جاي الفريق الجيش الملكي تكون جاي الفريق اللي هو كبير، الفريق اللي كان ديال الالقاب، فريق اللي دوز اسماء كبيره، تكون ديجا جاي وعندك واحد الثقل كبير هزو على الكتف ديالك بلا غتلتحق بواحد الفريق اللي فريق اللي ما تيعرفش شي حاجه من غير الالقاب. هذا هو اللي خلى اللاعبين ديال اللي لعبوا في هذيك الفتره بالضبط اللي كانوا حاسين بالمسؤوليه وكانوا هازين على عاتقهم، والحمد لله كانوا لاعبين اللي كانوا قباله، كان بوبو، كان كانوا دراري، كان السراج، كانوا دراري بزاف اللي سهلوا لنا، كانوا اللي سهلوا لنا باش نتيكراو مع الجروب، وما كانش يبان داك الفرق بين اللاعبين الشباب ولا اللاعبين الكبار. وهذا والحاجه اللي كانت تما اللي كانت ايجابيه في هذيك المجموعه بالضبط، كنا عايشين بحال الاسره، كان الاحترام، كانوا لاعبين اللي كنا حنا جينا صغار، حنا كان مفروض اننا نحترموا اللاعبين اللي كبر منا اللي كانوا تيمدونا بالنصائح، وهما كانوا هما نفس الشيء، كانوا تيبادلوا نفس الشعور، كانوا هما لاعبين كبار، كانوا تيجروا بيدك تيوريوك الحوايج، تيوريوك بزاف الحوايج اللي كانت ايجابيه في المسار ديالنا. هذا هو اللي خلانا باش نحققوا نتائج، اللي كنا عايشين بحال عائله وكنا بحال فرس، وكانوا شي حوايج اللي كانوا تيتخانوا عارف وسط المجموعه، كانوا تيكونوا مرات تيكونوا هذا هو تيكونوا بزاف الحوايج، ولكن الحمد لله نصيبوا اللعابه اللي كانوا ولا العقليه اللي كانت موجوده في الجروب كله. جواد اخويا اسمح لي واحد الدقيقه مع الدراري، قال كاين صداع شويه هنا، فهمتي؟ انا ندخل هنا الدار باش نحيد من الصداع في خطره. مرحبا اخويا رضا، شي واحد شويه رجع عندي. اسمحوا لي الدراري، الله يسهل عليكم. لا مرحبا الدراري، حيت اخويا جاد واش نكذب عليك انا؟ راه ما تنتعاملوا عادي. الولد فين لطيف كاين جماعه وقال تخرج حانوت، خرجي حاج ما كاين حد. شو اخي جواد دابا واش مزيان؟ قول للدراري واش مزيان الصوت دابا، اش كتسمعوني مزيان؟ مزيان انت بعدا بخير، انت كنسمعوك تسمعني نص ناجي. عارفك اخويا جواد، عارفك. قول لي اخويا جواد اسمح لي، مرحبا اخويا. كيف ما كنعرف اخويا جواد، انت كنتي من العسكر، مع العسكر ياك؟ صابط العقل انت والحواص لي والعروبي وقدمتوا الاستقاله من العسكر، يعني بغينا نفهموا علاش زعما، شنو واش عندك، عندك شي علاقه بالرياضه ولا شي علاقه بحياه خاصه ولا كما تعرف الجامعه في هذاك اصلا تتكون عمل، هذاك كاين اللي كيلتحق حتى يلتحق بالفريق اللي التحق بالسلك ديال العسكري، وكاين اللي كان جا قبل مسك. انا اصلا كنت انتمي قبل السلك العسكري، من جيت كنت جيت ديجا خدام في السلك العسكري، هذا ماشي مانع اصلا، حنا كن تتمارس كره القدم من بعد تتشوف كاين بزاف د الحوايج، بزاف د العوامل اللي كيخليوك باش تقرر باش تنفصل على السلك العسكري. هذاك هو اللي كان تقديت انا السلك العسكري، وراهم باقيين في الفريق، وكانوا الدراري اللي قبل مني اللي كانوا فاصلوا على اسمي. هذا ماشي عامل، هذا ما عندوش علاقه بالحياه ديالك كجوار. مزيان اخويا جواد.
السؤال اخر، واحد اخر، واحد اخر غيجاوب. انا راه جاوب عليك على الاسئله. تنقول لك شوف شد الاسئله، تنقول لك راه اللي تيقولوا لي الجمهور، فهمتي؟ يعني راه ما تنسولوش من راسي. بالعكس انا راجي الوقيته اللي كنا فيها، اسمع لي، الوقيته اللي كنا قبل كانوا معنا لاعبين بزاف اللي كان تينتميو للسلك العسكري. على غير دابا دابا الدراري اكثر، الا كنت تشوف الا كلشي يمكن بان ليا، يمكن كلشي كاين الدراري سيفيل، الدراري تيجيو تيلعبوا كره قدم، جيم كونترا ديال كره القدم، تيلعبوا في فريق سيفيل. ماشي قبل كانوا الدراري بزاف تينتميو للسلك العسكري، كان خالد العسكري، كان خالد العسكري، كان بن قصو، كاين سعيد السراج، كان بوب، وكانوا بزاف الدراري اللي كانوا تينتميو للسلك العسكري. هذا هو اللي خلى، كانت هذا هو اللي تيزيد يخلي ذاك الجروب يكون سعودي. وبزاف د الحوايج ملي تيكونوا اللعابه كانوا تيشتغلوا، كان بزاف د الحوايج كان تيخليهم باش كما تيقولوا كانوا تيضحيو بزاف د الحوايج. داكشي اللي كاين اخي جاوي، الحاجه ديالهم كانوا يضحيو منها على ود الفرقه. وكان انتقال ديالك اخي جواد للامارات ياك، من بعد مشيتي للامارات، فاش مشيتي للامارات وتجيتي، واش كان شي اتصال من الاداره، كان شي بادره، واش كان شي يعني بحال اللي كنقولوا واش عيطوا عليك باش يستافدوا من الخبره ديالك في الخارج، وباش مثلا علاش نقول لك الهضره اخي جواد، حيت كنشوفوا الجيل ديال 2005، الدراري ديال بحالك مثلا جواد ودوش، انت في شباب مسيره معروف في بجعد، كاين فضلي في جديده، كاين سراج في بركان، كاين سميتو شكون ليه بوعوده، وقيله في بوعوده بن قرير. الجيل ديال 2005 وعاد عاوتاني اللي موراكم مديحي والمراني، حتى هما الدراري اللي تنشوفهم قلبوا على راسهم ومشاو تي يشتغلوا، يعني داروا واحد التكوين. داروا علاش هاد الناس هادو الاداره ديالنا حنا مثلا ما تدخلوش تخدموا لداخل في السونتر، علاش ما كنلقاوهمش في السونتر؟ حنا كنلقاو ديما حنا نفس الاشخاص اللي حملوا توني اخي جواد، بصح هما حملوا توني، وكاين اللي ما دينا معاه حتى لقب، واخا هكاك بزز منا اننا نستحملوه ونكبروا به على ود التوني اللي حمل. ولكن الدراري ديالنا اللي داو الالقاب واللي عشنا معاهم فترات زوينه واللي عندهم تبارك الله مواكبين الكره ومواكبين التطور ديال الكره، ما كاينينش في السونتر. علاش رضوان انا باش نجيك صريح ونصارح، صريح انا اي حاجه نقول، انا ما عنديش مشكل مع تواعد، ومتواعد ما تقدر يفرض عليا شي حوايج. انا ديك الصراحه ديالي هي اللي حرمت عليا بزاف الحوايج في فريق الجيش الملكي. انا اخويا رضوان ما عنديش علاقه بالفريق دابا، انا كمحب ديال الفريق، انا الفرقه عطيت فيها، فرقه عطاتني الشيء الكبير، عطيت للفرقه وعطاتني الشيء الكبير، صنعت معها سميتي، صنعت الحب ديال الجمهور عامه، الجمهور المغربي، الجمهور الجيش الملكي خاصه، ولا واحد الاحترام كبير بيني وبين الجمهور. هذا هو اللي تيخليني تزيد يحببني دابا في الفريق. وما انا خويا رضوان صراحه انا ما عنديش علاقه، ما عنديش اتصال مع الناس اللي كاينين في الفريق. انا من النوع اللي راك عارف، انا من النوع اللي ما نديرش شي حوايج، ما نقدرش ندير شي حوايج تيديرهم وحدين اخرين. انت عارف اخويا رضوان، وعارفين بزاف الدراري، عارفين لا عارفين عارف. شوف جواد على هاد جواد بزاف د الحوايج ما كنتش نستافد منهم انا، غادي يستافدوا منهم وحدين اخرين اللي جالسين. وانا من النوع اللي ما نجيش لا عاد يعرفوا اللعابه اللي معايا ولا البرومو ديالي كلها وداك الشيء. عارفين جواد انا من النوع اللي ما نمشيش نطلب شي واحد ولا نقرب ولا نبغي شي واحد يمن فيا يستنطف ليه ولا شي حاجه. انا من النوع اللي ما يتسناش مني شي واحد شي حاجه. انا الكره لعبتها برجلي، دزت واحد الوقيته في فريق الشمالكي، الحمد لله ربي نصفني ولا داكشي اللي دوز فريق الشمالكي، فزت مع الالقاب، درت سميتي في فريق اللي ما نساش الخير ديالو، كانوا الناس كانوا حوايج بزاف ايجابيه، كان حب ديال الجمهور، كان بيني وبين الاحترام ولا داك. على ذكر الجمهور جواد، على ذكر الجمهور باش قبل ما ننسى نقولك تعاود لينا عليك القصه اللي كانت وقعت لك في مراكش بينك وبين الجمهور، على هذيك القضيه ديال السبان. كان وقعوا واحد المناوشه شي مابقيتش عاقل في واحد الماتش في مراكش. واحد الماتش كنا في مراكش اييه وين نعرف اخي جواد، ديك اللي كنقول لك ديك التواصل اللي تيكون بين اللعاب، ديك كاين اللعاب اللي كاين الجمهور اللي كيتواصل مع اللعاب باش يخسر الهضره، وكاين اللي كيتواصل معاه بالحيوه. واش كان واش تخسر الهضره زعما تاثر على النفسيه ديال اللعاب ولا على خويا رضوان واحد الحاجه نقولها لك، انا كنت راه واحد المناوشات طرات بيني وبين الجمهور في مراكش، ولكن شوف انا الجمهور تنعذره ديما، تنرجع وتنقول الجمهور الله يفرجك ما
تصورش. جمهور كاين اللي خلى قرايتو، كاين اللي خلى والديه، كاين الناس، كان الناس اللي كنعرفهم انا، الناس اللي في المستوى الكبير اللي تيبغيو فريق جيش ملكي، كان تيضحيو تيهزوا وليداتهم في الويكاند، تيضحيو بخدمتهم وتيريسكيو في الطرقان وتيتبعونا باش يشوفوا الفريق. الحمد لله الفريق كان ديك الساعات في واحد الايام اللي كان زاهي، اللي كان تيفوز بالالقاب كبيره، كان تيتوح المشرف ديال الفريق. واحد الوقيته كانت مرات علينا، كنا كره دائجه، كان ايجابي، وكان الجمهور كان تخلق بواحد الطريقه ما يمكنش من حقه. الجمهور اللي كان كل سنه كما تنقولوا باللغه ديال باللغه بالدارجه ديالنا، ما كانش تخرج ليه خاويه، كل سنه كان تيفوز في البطولات، يفوز الكاس، كان تيفوز، كان كوب دافريك، كانوا تيلعبوا فينالات ديال، كانوا تيلعبوا فينال شمال افريقيا، كان سوبر كوب. الحمد لله كان دات واحد بزاف الحوايج اللي كانت ايجابيه، هذا هي اللي خلى الجمهور كان تخلق علينا بزاف. وكان ديما تندخلوا المقابلات يكون داك الضغط الجماهيري كل سنه حام الله، كاين اللي تيكون من الجوي اخرين مصيفات، كاين اللي تيبغير على الفريق تيهضر بواحد الطريقه اللي كانت شويه خايبه، اللي ما تشرفش من الجمهور ديال الفريق. ولكن حنا بالضغط اللي كان علينا ديال النتائج السلبيه، كان في مرض انا ما رضيتش كاع يكون، كنت انا كنت نحترم واحد احترام كبير، كنت نكلم واحد احترام كبير، وخرج اصدر مني واحد الجيست. ولكن في ديك العشيه بالضبط انا طلبت الاكسكيوز من الجمهور، وكان واحد اللي فيه الريق الكبير، كان الفيل ديال شكون هو؟ كان عزيز مول الحوت. كانوا دراري بزاف، كان صاحبي، كان العسل اللي يقول لك العسل، كان عايش معايا، كان صاحبي، وكان سي سامي الله يرحمه ويوسع عليه، اللي نسيت الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه. وبعد نسيت بعدا خويا جواد، واحد السيد توفى بعدا تعازينا الحرر، واحد الدريري ولد الفيراج سميتو عثمان، راه عاد قبل ما ندير اللايف راه بانت لي بانوا لي لايحين التصاور ديالو تيعزيو، سيسمحوا لينا تعزيه نعزيو والديه الله يصبرهم والله يرحمه الله يوسع عليه. تعزي الحر اخويا، تعزي الحر اخويا، رضوى العائله ديالو الله يصبرهم الله يغفر ليه. قلت لك هادو من سي سامي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، وكان العربي مسكين حتى هو الله يشافيه، العربي مسكين الله يعطيه صحيحته، كانوا جاوا اتصلوا بيا وعيطت الذكر ديال الاسماء ديالهم، كانوا جاوا عيطوا لي، عارفين جواد وادوش كي داير، بلا ما عمرو غيتوقعوا يصدر، ما كانت تصدر مني شي حاجه تجاه الجمهور، كنت نسمع بزاف د الحوايج الا ما كانوش النتائج، وما كنتش ديما تنشوف حتى عيني، ما كنتش نهزا في الجمهور، كان احترام ليهم كبير. النتائج السلبيه كان هو اللي كيساعدنا باش نخرجوا منها، هو اللي خلانا الفضل ديالنا في النتائج كلها، هو مثلا نجيو للتيران وكنا تنصيبوا التيران كله داير بالجمهور، وتيعطي واحد الصوره، وواحد تيعطينا، هو اللي تيعطينا واحد الهيبه ديال الفريق قبل ما يدخل اللعاب الاسماء اللي كانوا قبل، الهيبه ديال الفريق كانت الجمهور ديالنا، كانوا ناس، كانوا عائلات، كانوا تشوف الناس تيجيو لي فامي تيريحوا تيتفرجوا فينا. كتقطع لك داكشي اللي كاين، هز واحد توني كما تنقولوا القيمه ديالو كبيره في البطوله المغربيه، وانت تكون واحد من دوك الناس اللي شرفوا هذاك التوني. تحياتي لك اخو جواد، وقول لنا اخو جواد، قلت لي عندك نيشان ياك؟ لا درت انا اخويا نيشان غير جواد. رضوان ما سمعتش، عاود لي اخويا. قلت لك انا غنهضر معاك نيشان اخي جواد، انت هذا العام هذا شتي دابا، انت كما كتعرف الفرقه اللي كما كتكون اللي ما كتكونش عندها الميزانيه كافيه باش انها غدير شي حاجه، راه ما عمرك تسنى غادي توصل، ولا غادي تكون عندها تبني شي مشروع، ولا لان ضروري الفلوس في هذه البلاد باش توصل، فهمتي؟ من تنقول الفلوس زعما ماشي باش تشري ولا باش، ولكن باش دير انتدابات في المستوى الكبير، باش بزاف د الحوايج باش تقدر تقارع هذوك الفروق اللي دابا كبيره، اللي تدير في المستوى الكبير. دابا انت اخي جواد اللي كتعرف كيف ما كتعرف اخي جواد، الميزانيه اللي عند الفريق جيش الملكي، اللي الفريق ديالنا كيجيو مدربين، ماشي غير مدرب واحد، دازو شله مدربين،
اللي كيبغوا مثلا يجيبوا لعابه كبار وتيجيبوا تيبغوا يحضروك مثلا اربعه ولا خمسه اللعابه، كيجيو مثلا تلقاو اللعابه واجدين. ولا هادشي اللي لقيناه اللي كان طرا هذا العام مع السي فاخر. السي فاخر اللي كنا كنعرفوه ماشي هو السي فاخر ديال دابا كيف ما كتعرف، هادي كل لبس زينه فهمتي. حنا بغينا نهضروا على تكوين، علاش لي فار ما تطلعش انت؟ كانوا معاك في الوقت ديالك كان مسامح، كانوا دراري، كان في دراري صغار وفي رجليهم وما شفناهمش. دراري ديال ليكول، دراري ديال ليكول كانوا في مستويات كبيره. واش هذاك شنو داك الشيء؟ سير اخويا جواد، سير اخويا جواد نسمعك باش تعرفها ويعرفها. سمحوا لينا اخي على الكونيكسيو، جواد راه مشى، حنا نقلبوا عليه وثاني او تشا هو يرجع. الدراري نساو علينا داكشي ديال الدراري الصغار وداو وكذا، ونساو على اسمع لي جواد، نساو انا صاحبي، نساو تبقاو تبعين هاد البيبي ديال والو، راه ما كاين والو صاحبي. جاي بقى بلادي، بقى كتب لينا داك التعاليق ديالو. انا عندي 100 رقيه احسن ليا من 100 صافي. نساو هاد القروده ونساو هاد الشيء صاحبي. اوكي رضوان، كاين رضوان كاين الدراري بزاف تيصيفطوا لي زانفيتاسيون، اقول لهم انا نسالي نسالي اللايف ديك الساعه الدراري اكسبتيهم. كاين بزاف ديال الدراري دابا راه هما اللي تيديروا التشويش على اللايف. انا بزاف دراري انتم نساليهم الدراري، ما بقاش صيفطوا لي زانفيتاسيون. انا اكسبتي كاع الجمهور العسكري الدراري، عم بعد نسالي اللايف كدري يا اخي. شوف على اللعبه ديال ليكول وسامي في الدراري، علاش ما كناش كنشوف الدراري ديال ليكول مثلا لي فردي سنوات هذه؟ الا حسبنا كاع طلعت ما لقاوش 10 كامله، كاينه ولا ما كايناش؟ شنو المشكله ديالنا حنا؟ فين كاين المشكله؟ واش الو وي خويا سمعتيني شنو قلت لك؟ بغيتك تهضر لي على 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 التكوين وعلى المدير التقني وعلى السونتر واحسن سونتر وما كنطلعوش فيه حتى 10 مزيانين فهمتيني؟ يعني شنو الخلل فين كاين؟ رضوان راه ما سمعت السؤال اخويا، راه كان تيجي لي زانفيتاسيون بزاف اخويا رضوان تيصيفطو ما خدمش. الدراري ما هو الدراري الله يرحم الوالدين، نساو عليكم كما تقولوا، نساو عليكم دوك الدراري الصغار اللي صيفطوا لنا قرود وعيشوا مع الاسئله مع السي جواد وما صيفطوا لي الانفيتاسيون، راه كتثقلوا ليه تثقلوا كونيكسيون. قلت لك اخويا جواد بحكم انك انت عاصرتي انت ولد السونتر ودوزتي فيه عشتي فيه سنوات وعارف بان احسن سونتر وتتمنى اي لاعب يدخل ليه، واش داك اللعاب اللي كاينين تما علاش ما كنشوفوهمش حنا تيلعبوا في الايكيب ا مثلا؟ دازوا معاك لعابه صغار واعرين، مسامح كما عطيتك مثال بزاف، واش مشكل في التكوين ولا مشكل في المدير ديال المركز ولا الخلل فين كاين بالضبط؟ الوقيته انا نهضر لك على الوقيته اللي كنت فيها خويا رضوان. الوقيته اللي كنت فيها كانوا لاعبين، كانوا كما قلتي كانوا في ليكول، كانوا في المستوى الكبير. شنا حنا كان تيجيبوهم بعد مرات تيكونوا حتكون داك ماتش تابليكاسيون ديال نهار الخميس، كان تيجيبوا لعابه دوك الدراري ديال لي سبور تيجيبوا مثلا، كانوا لعابه المستوى الكبير، كان مسامح، كان بادره، كان واحد الدري كان ضايف، كانوا بزاف، كان عالي خوش، لا كانوا بزاف العباد، كانت واحد الجينيراسيون كانت جايه مزيان، كانوا تيجيو يلعبوهم معنا. من بعد جات واحد الوقيته رضوان، حنا المستوى ديال اللعابه اللي كانوا يقصر الجروب اللي كان عندنا بالمستوى اللي كان تيقدموا ولا الارقام اللي كان تيفوزوا بها في هذاك الوقت بالضبط، ما كانش يقدروا مساكن داك لاج ديالهم يقدروا يلعبوا معنا في الجروب. كنضطر المدرب ديك الساعه كنضطر باش قال لهم الدراري حاولوا تمشيو تخرجوا تلعبوا في ديزيكيب اللي ديروا ماتشات في رجليكم باش من ترجعوا ليكيب ا ديال ترجعوا ليكيب ترجعوا من الباب الواسع يكونوا دابا الدراري اللي كاين دابا. قال لهم ما يمكنش تقلش شي واحد ويدخل واحد الدري صغير في بلاصتو، كان الفرق كبير بين كانت المجموعه، راك عارف كانت المجموعه اللي كانت المستوى كبير، وكانوا الناس اللي كانوا الدراري كانوا مرحبا بونتوش كانوا حتى هما كانوا مستوى كبير وما تيلعبوش، بقاش كان كما تنقولوا كانت البلاصه كانت غاليه، كان مستوى كبير ديك الساعه موجود فريق الملك، كان بنادم تتعيط لي ديك الساعه باش يجي الفريق الملكي بالفرحه عليه.
تيبغي بنادم ينتج الفريق، ماشي بحال دابا. دابا راه كانوا العاده تنشوف انا اللي وليت تنشوف كانوا لعابه اللي تيبغي يمشيو اللي تيجي تقول لهم تجي الملكي دابا وما تيبغيوش، ولو الناس تيهربوا من الفريق الملكي. ما عرفتش انا المشكل فين كاين بالضبط دابا الخالد، اما قبل كان انا بالفرحه هذه بنادم تقول لي تجي الفريق الملكي تيجي فرحان، وكانوا تيجيبوا اللعابه اللي عندهم اللي كانوا اسماء اللي كانوا عندهم اللي كانوا تيديروا مستوى كبير ديك الساعه في البطوله الوطنيه. هذا هو اللي كان تيمنع على اللاعبين اللي كانوا في ليكول ما يتلونسوش معانا، وكان الفريق تيلعب الالقاب. مدرب اللي كان تيجي ما تيزعمش يلعب بدري صغار، هذه كانت السياسه ديالهم. اما دابا ما عرفتش اخويا، انا دابا راه شفت مؤخرا، انا والله مؤخرا المباراه الاخيره اللي كاين معاهم محسن، شفنا محسن واحد من اللعابه الكبار اللي عطى الفريق الملكي، واحد اللي ان كرون مسيو اللي استال تاع هي اللي تنحيي هذه القضيه، اللي محسن اللي خونا الكبير اللي كان تيمدنا النصائح، اللي ما كاينش شي واحد اللي يقدر من اللعابه كلهم اللي دازوا الفريق الملكي يقدر يهضر لك على محسن بشي حاجه اللي خايبه. واحد من احسن الاطر اللي كاينه تما، من احسن اللعابه اللي دار حملوا فريق الجيش الملكي، من الاخلاق الكبيره اللي كاينه ديال اللاعبين القدامى اللي كاينين في فريق الجيش الملكي. شنا الطريقه ديال محسن هو اللي قريب بزاف للدراري ديال ليكول، كان شاد ليكيب لي سبوار، كيب دي سبوار كان تيتريني بهم. شنا دابا في هذه المقابلات الاخيره شنا لونصا بزاف ديال الدراري الصغار اللي طلعوا، اللي قال لي راه ولاد هادو راه ولاد المدرسه. الحمد لله ما كاينش مستوى، ما كاينش شي فرق بينهم وبين اللاعبين اللي تيلعبوا من اول السنه اللي جاوا محترفين في الفريق. الحمد لله اللعابه اللي شباب اللي دخلوا عطاو بينوا على المستوى الكبير ديالهم، اللي يستاهلوا يحملوا في قائمة فريق الجيش الملكي. ايوا خويا جواد، تحية لك اخي جواد على هادشي. وبغينا اخويا جواد تهضرنا على الظرفية هادي، كي كتبان لك الجيش، كيبان لك فرقة، كتبان لك امور خويا. انا رضوان حاجه اللي غادي نطلب انا من الجمهور ديال الفريق، انا راه عشت في هذاك فريق الجيش الملكي 9 سنوات، راك عارف انا من اللعابه اللي بلوتي تري في فريق الجيش الملكي. انا من واحد قال لك حتى الراي ديالك فاخر، واحد قال لك حتى الراي ديالك فاخر خويا رضوان. المشكل ماشي ديال فاخر ولا ديال اكس ولا ديال ايكغيك، كاف دابا هذه 10 سنين ما كانوش على الخبره، ماشي تجا فاخر نتحاسب على فاخر. الا كنا غنتحاسبوا مع السنوات اللي دازو كلها، ماشي تيجي فاخر هذا العام. هذا قلنا فاخر ما عندوش اساس حريه معاه، جا غادي نقول غادي يرجعوا الالقاب. حتى هو جا راه كاف، حتى هو عنده مبرر ديالو، غادي يهضر يقول لك جي رجعت باش نصيح شي. اول حاجه نقول لك خويا رضوان، واخيرا ما شي فاخر دابا تهضر معاه غادي يقول لك الجيش اللي جيت ليها شحال هذا ماشي هي ديال دابا. كل واحد عنده مبرر اللي غادي يعطيك. الجيش 10 سنين دابا ما دات والو، راه المشكل جاي متراكم من قبل، كان مشكل عام على عام على عام على عام على عام. ما نجوش دابا ونتحاسبوا مع واحد، ما يمكنش نتحاسب مع جوا. انا منافي، ما عنديش حاجه، ما عارفاش على سي محمد على فخير مني كان في الفريق، شنو الحوايج اللي كانوا مع دايرين العراقيل بزاف د الحوايج. دابا فريق الجيش الملكي، واحد الكلمه راه قلناها قبيله، فريق الجيش الملكي ما يقدرش يقارع هذوك الفروق الكبيره ديال الرجاء والوداد يشري لاعبين بديك الاموال البايضه. فريق الجيش الملكي كما قالوا كما تنقولوا شوف 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 جواد جاني شهر اصلا كان لاحوها البيجي ديالو محدود، البيجي ديال الجيش الملكي محدود، راه لاحوها قال لك غادي يخدموا بسياسه التقشف صراحة، بكل صراحة، بأمر حرامو منعوا انتدابات، منعوا كل شيء، قال لك يطلعوا يعني سياسة تقشف حاجة عادية. فريق الشمالكي كما قلنا، فريق الشمالكي ما يقدرش يخسر هذيك الأموال يجيب لعابة بديك أموال بايضة، خاش عنده بيجي ديالو محدود، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تيخليو بزاف ديال الحوايج مكونترولي البيجي ديالو، ما يمكنش يفوت، ما عندوش ديناميت، كان عنده ديناميت ما يمكنش يفوتهم. بزاف د الحوايج ما يقدرش يديرها فريق الجيش الملكي، يقارن بها فرق كبيره. هذا هو اللي خلاه باش يخلي الفريق تيمشي على قد الميزانيه ديالو، تيجيب لاعبين في المستوى ديال البيجي ديالو. هذا ما تطيحش من القيمه، هذا ما تنطيحش من القيمه ديال اللاعبين اللي موجودين دابا في الفريق. انا راه عشت في الفريق رضوان، راك عارف شحال عشت في الفريق، ودت الوقيته اللي كانت زوينه في الفريق، اللي كنا القاب كانوا بزاف، وكانوا عراقيل. انا اللاعبين ديال دابا الله يكون في العون ديالهم، انا تنحس بهم دابا خاش انا مريت من هذيك المرحله وعارف شنو كاين تما. انا الله يكون في العون ديالهم، ساكن حتى هما، ما كرهوش يفرحوا الجمهور العسكري، حتى هما حاسين المسؤوليه اللي عليهم، وتيعرفوا الفريق تيلعبوا فيه، وعرفوا الاسماء اللي مرات من ذاك الفريق، واللعابه اللي دازوا التاريخ ديالهم والقيمه ديالهم الفنيه التقنيه ولا الفنيه اللي كانوا لاعبين اللي مروا من الفريق، حتى هما راه حاسين بهذه المسؤوليه. ولكن راه النتائج، راك النتائج ذاك ما دارت معاهم هي اللي خلات اللاعبين يدخل معاهم الشك،
شي ميتات ولي الخساره بزاف والنتائج والفريق ومطلوب والفريق فين ما درتي لي ميديا كلها صحافه كلشي تيهضروا على فريق بلا تيضر تيمر من اسوء الايام السنوات اللي دازت فرنش ملكي هي هاد 10 سنوات الاخيره، فتا هما تيحسوا بواحد حتى هما راك عارف حتى اللاعب ما تيقدرش يعطي داك الشيء اللي خاصو يعطي القيمه ديالو ما تتبغي. جواد كتسمعني؟ كتسمعني جواد؟ مشات لك كونيكسيو. كتسمعني جواد؟ الدراري انتوما شتي دابا وليتو كتكتبو كونطيرات زوينين صراحة والله. اما تبقى عندنا بقرودة القرودة القرودة، نساو عندنا دوك الناس اصاحبي، نساو عندنا دوك الناس اصاحبي، نساو عندنا دوك البراش، نساو عندنا دوك اما راسي انا بواحد انا فتو شحال هادي، انا حنا فتناهم هادوك لحناهم شحال هادي، الا كنا نهضرو لشي حاجة تنهضرو على المعقول، شي حاجة اللي عندها قيمة للفرقة. دابا نسمعك اخي جواد، كما اخي جواد دوك اللعابه انا ماشي كونتر دوك اللعابه على المستوى ديالهم، انا كانت حاجه اللي كنت نتمنى بارطاجيو الدراري بارطاجيو كلشي بارطاجيو كلشي بارطاجيو عندو سمعوا جوج غيقول لكم راه مازال غيهضر لكم دابا على الماتش ديال الحسيمه ويهضر لكم على الجمهور بارطاجيو سير اخويا اسمح لي الحاجه اللي تتحزن الناس اللي انا كان واحد محبين ديال الفريق وواحد اللي حمل القميص ديال فريق الشمالكي بحال جميع اللعابه اللي مروا منه لعابه كبار كيتوجه لهم تحيه كامله كاع الجناس اللي لعبوا اللي عطاو الفريق الجيش الملكي. انا الانتدابات اللي كان ديال دوك ديال 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 المحترفين اللي جاو الفريق الجيش الملكي السنه اللي فاتت السنه كنت نتمنى يكون المستوى ديالهم مستوى اكثر من هذا اللي تنشوفوا فيهم دابا. ملي غتجيب لاعبين محترفين اللي ما كانش فريق الجيش الملكي تيقوم بانتدابات اللي كانت ديال لي زيترونجي من السنه الماضيه استطعتوا باش تحيدوا باش تفكوا هذاك اللغز ديال اللاعبين المحترفين اللي كانوا تنتمنى كانوا يكونوا شي محترفين في مستوى اكثر من هذاك، ولكن راك عارف الظروف المشاكل الماديه اللي عند الفريق وداك الشيء هي اللي ما خلاتوش باش يقوم بالانتدابات في المستوى الكبير. نتمنى ان شاء الله انا الحاجه اللي تنطلب هي تنطلب من الجماهير العسكريه من بعد شوف الثقه ديال الفريق من بعد الفوز الاخير اللي كان في مدينه الجديده شنو الفريق شي الطريقه باش ولات يلعب الفريق رجعت الروح شويه اللاعبين حتى اللاعبين تيتحروا مساكن من هذاك الضغط ديال النتائج السلبيه هما اللاعبين شوف اللي ما مدوش اخويا رضوان هذاك الوقت بالضبط اللي ما عايش هذيك المرحله ديال النتائج السلبيه وسط الجروب هو اللي تيقدر يحكم على الجمهور من المدرجه يحكم اللاعبين من المدرجه تيبقى جالس هو في الكرسي ولا في قهوه وتيبقى ديما يكريتيكي في المستوى ديال اللاعبين هاد اللعاب هذاك اللاعب اللي وسطينا انا خويا رضوان راه هو ما قدرش يدير شي حاجه ديال الجمهور اللي اكثر من داكشي اللي تيدير فيه ولكن راه ملي تيكون النتائج السلبيه رضوان راه صاحبك تتسلم عليه ملي تكثر تكون واحد السلسله ديال النتائج السلبيه راه صاحبك تتسلم عليه تيرد عليك عليكم السلام وتتقلق يقول لك رد ديالي تيوليو مشاكل وسط الجروب هما اللي ما تيخليو داك الاستقرار وسط الجروب ما تيكون الحمد لله جدا شنا المستوى ديال اللاعب شنا المستوى ديال الفريق رجعت واحد الهيبه شويه ديال الفريق ورجعت ديك الروح بين اللاعبين نتمنى ان شاء الله هاد انا نتمنى ان شاء الله نطلب من الجمهور العسكري والجمهور العسكري الفريق اللي تيحب الفريق اشني اللي حقاش شتي الهيبه والقوه ديال الفرق الاخرى راه هي في الجمهور ديالها شتي الفرق ديالهم تيكونوا مأزمين ماديا تيكونوا ما تكونش نتائج وتيكون الحضور جماهيري كبير هو اللي تيعطي واحد الهيبه لذاك الفريق باش كيربح راه كاين بعض المباريات حنا اللي في الوقيته اللي كنا فيها تنلعبوا اخويا رضوان بعض المباريات راه ما تنربحوهمش حنا اللعابه راه كيربحنا الجمهور ملي تندخلوا تنصيبوا التيران في 80 60 و90 دقيقه هما تيغوتوا هما اللي كانوا تيدفعونا هما اللي كانوا تيخليونا نربحوا الادفيرسير اللي لاعبين كاينه كانوا هما اللي تيساندونا باش تربحوا فكنتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع هذا في المقابله ضد الدفاع ضد الرجاء ضد الحسيمه ضد الحسيمه يكون شي حضور جماهيري كبير في التيران ويحاولوا من اول دقيقه في المباراه الاخير دقيقه وتكون مسانده جماهيريه كبيره وما تكونش ديك الفاظ نابيه ونتمنى ان شاء الله يرجعوا العائلات وليداتهم وقيلا راه حضرت يا جواد وقيلا الماتش الاخر ديال الفتح كنتي راك تلاقيت وقيلا معاك في الاخر فتحتي غادي خارج الطوموبيل الماتش ما جيتش كاد عندي الخدمه الماتش انت حضرتي الماتش اللي كانت فيه المناوشات وهذا الماتش غتكون حاضر ان شاء الله
نتمنى ان شاء الله اخويا، انا نتمنى ان شاء الله، لكن عندنا ما كناش لاعبين ما كانش الماتش نجي نحضر ان شاء الله في التيران ننسى انت انا الفارق، لان انا حاجه تطلب هي يرجع وترجع هذيك هذاك التشجيع الحضاري ديال الفارق ديال الجمهور اللي كان من قبل في ايام الالقاب، وترجع ديك الهيبه ديال الفريق ان شاء الله مع الحضور الجماهيري كبير واللعابه. انت شوف انا على يقين بلي غادي يكون منين يكون الحضور الجماهيري كبير غتشوف المستوى ديال اللعابه وسط التيران، وانا راه ديما انا ديما مع اللعابه، الله يكون في عونهم ساكن مع عندنا دائس سيربيا تاع والدي، يتمنى متى تكون فريق متى تكون فريق صغير ما يكونش عليك الضغط بحال اللي في فريق جيش ملكي ولا فرق كبيره، هذا هو اللي كيخلي اللعابه مساكن باش دابا تيمرهم واحد الوقيته. نتمنى ان شاء الله تكون المسانده الجماهيريه كل اللعابه ان شاء الله في هذه المباراه هذه، وما تكونش ذاك الكلام النابي والكلام الساقط، ويجيو ان شاء الله يحضروا عائلات ويحضروا وترجع ديك ويرجع ذاك الجمهور اللي كنا تنعرفوا شحال هذا ديال فريق الجيش الملكي، خاطر كاين الناس تنعرف الناس بزاف مستوى كبير اللي تيحبوا فريق الجيش الملكي، ما بقوش ساكن تيجيو للتيران تيخافوا بزاف د الحوايج بزاف د العوامل اللي تيخليهم تيهربوا من الملعب. نتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع هذا في المباراه هذه من هذه تبان القيمه ديال الجمهور الجيش الملكي، تبان القيمه ديال الفريق ديالو عنده، ويجي يكون شي حضور جماهيري كبير ان شاء الله، وتكون شي مسانده كبيره نعاونوا بها الفريق ان شاء الله باش يرجع الفريق للسكه الصحيحه ديالو. خاصه تعرف خويا رضوان، راه احنا اصلا انا مني واللعابه لي زونسيا برومو ديالنا بزاف، راه ملي تكون ملي يرجع الفريق للالقاب وترجع للمستوى ديالو الكبير وتكون ديما في المراتب الاولى، فالاسماء ديما المباريات ترجعوا الاسماء تذكروا اسماء ديال اللاعبين اللي مروا في الفريق، وترجع الهيبه ديال الفريق، وتا اصلا حتى اللاعبين القدامى تتسمعوا خارجين في الشارع خارجين بالهيبه تتلاقى مع الناس تتبوجك عمر، وبزاف د الحوايج تكون فرحان شي كتفرح الى شفنا شي لعيبه الى شفنا جواد ودوش في الزنقه ويلي بحال يا ربي يجيو في الزنقه بطبيعه الحال، كاينين اللعابه اللي دازوا قبال منا مساكنين ما تذكرش الاسماء ديالهم اللي عطاو الشيء الكبير، وكاين حنا شفنا دابا شفنا البرومو ديال حنا هذاك الجيل كله ديال 2005 ديال الكوب دافريك، راه من قبل منه من 2003 هما تيجمعوا في القاب، راه يمكن من اكبر من الجيل اللي مر في الفريق اللي فاز بالالقاب كبيره هو ذاك الجيل ديال 2005 هو اللي فاز بالالقاب كبيره، وتنشوفوا حنا حتى واحد كاع انت ملي تجي تشوف دابا تصيب حتى واحد من ذاك الجيل كله حتى واحد ما كاين في الفريق، وتتولوا على الفريق الجيش الملكي خويا جواد حبس اخي جواد حبس جواد، هذه النقطه هذه مهمه اللي قلتي دابا وسولتك عليها قبيله ومازال خصو يتسوع بها الجمهور، الجيل ديال 2005 علاش ما كنلقاوش في السونتر؟ علاش ما كيستافدوش؟ وهو كما كنقولوا هو الجيل اللي وقيلا دا اكبر عدد ديال الالقاب، دا ولكن علاش ما كنلقاوهمش في السونتر؟ علاش دوك الناس من خلال هادشي ابسط حاجه انا كنفكرك واحد الحاجه، كنا درنا واحد البديله اننا نجمعوا اكبر عدد ديال اللاعبين اللي نزل ديال الجمعيات، فاش كنا نديروا لهم جمعيه بغينا لهم يديروا جمعيه ديال قدماء الجيش، علاش ديك ما نجحتش؟ علاش يا خويا جاود؟ واش ما كانش شي اتصال معكم؟ واش ما كانش رضوان انا راه قلت لك ديجا قلت لكم هذه الكلمه وباش يعرفها الجمهور العسكري كامل، انا راه ما نناقش فريق الجيش الملكي، راه ما عندي حتى اتصال مع فريق الجيش الملكي، انا ملي كنت كاع قبل في ملي كنت في الراديو ولا كنت قبل ولا تنبقى تنهضر على فريق الجيش الملكي، راه النظره من ديك الغيره ومن الحرقه على الفريق على داكشي اللي مريت فيه اللي لعبت فريق الجيش الملكي وداكشي اللي عطاني الفريق كاسم وبزاف د الحوايج، وما انا راه اصلا ما عنديش اتصال مع فريق الجيش الملكي، ما تيتصل ما عمر اتصلوا بيا مسؤولين، ما عنديش علاقه، ما تنعرفش فراسك السونتر ما عرفتش انا شحال من باب دابا باقي فيه، راه قال لي كثروا فيه البيبان ما بقيتش عارف انا كاع شحال من باب باقي في السونتر ولا في السونتر والباب راه بدلوا الباب داروا بالجهه الاكاديميه، ما عرفش بزاف د الحوايج، انا والله ما تنقرب اقول انا عندي علاقه مع الجمهور، شي تما تيكون اتصال منكم من الجمهور، شي تنجي نحضر هذيك لاشتي السنه اللي فات راه كنت كاع في الحوسيما كنت في تعيديه وجيت الطريق حضرت معكم ورجعت، بزاف د الحوايج انا عندي علاقه دابا كاين الناس مع الجمهور، كاين الناس اللي كان تيبغيو جواد ودوش مي كان تيلعب اللي عندي بهم علاقه دابا باقي عندي معهم علاقه، هما اللي تنكل لهم احترام وتنجي شحال من مره تنتلاقى بهم وبزاف د الحوايج تجمعني معاهم، هما اللي تسمع منهم اخبار ديال فريق الجيش الملكي، وما انا ما عندي حتى علاقه دابا مع الفريق، ما عمر كان جي اتصال اصلا ما يمكنش انا نجي نفرض راسي على واحد الحاجه، وخا الناس المغرب كله عارف بلي جواد ودوش هو الجيش الملكي، تقول ودوش تيقول الجيش، شتي بزاف د الحوايج، كاين الناس اللي تطوبي تيقول لي حشومه ما تكونش حشومه خاص تكون في الفريق خاص تكون بزاف د الحوايج، ولكن كاين الناس بزاف راه كاين جواد راه نتوما راه ماشي كاع راه من كنهضر على جيل 2005 من جيل 2005 حتى لا ما بقى كاين حتى شي واحد يهز في السونتر، قول لي شي واحد كاين في السونتر من جيل راك عارف كاينين شي حوايج بزاف رضوان راه كلشي عارفها، انا راه ما نقدرش ندير شي حوايج باش يخلوني نكون تما، وكاينين بزاف د الناس
اللي هما سبب كاينين كاين. شوف راه ماشي كلشي زوين، راه كاينين بعد اللعابه لي زونسيا، وكاينين شي حوايج راه كلشي عارفهم، كلشي راه كيما تيقولوا بلاكتو على دارو. كاين هما سبب المشاكل اللي كاينه في الجيش والنتائج السلبيه وبزاف د الحوايج. كاينين بزاف اللي ما تيبانوش في الصوره وخدامينها في الخفاء، وهما اللي سبب هاد المشاكل كامله كاينه في الجيش. انا ماشي من ذاك النوع، وكاينين بزاف د الحوايج، كاينين بزاف د الحوايج طالعين في الجيش الملكي اللي ما تيعرفهمش الجمهور. ولكن انا ما نقدرش، نتمنى ان شاء الله، انا من هذا المنبر كل تنطلب، انا نتمنى ان شاء الله الفريق يرجع للايام ديالو ويرجع للهيبه ديالو. خاص ما يتحرموش، واحد الجيل، كاين واحد الجيل دابا ديال الدراري اللي صغار مساكن، اللي جاوا مورا الجيل ديالنا تيتفرجوا في الجيش، ما شافوا لا القاب لا والو، ما يمكنش تحببهم في فريق ما شافوش مع القاب، ولاو تيمشيو لفرق اخرى اللي تدير. وكانوا في استطاعتهم كانوا باش يبغيو الجيش ويبقاو جمهور ديال الجيش، يكبروا مع الجيش. ومساكن ما شافوا لا القاب لا والو، تحرموا تماما ديك الجيش اللي كانوا يسمعوها من خوتهم الكبار من والديهم. نتمنى ان شاء الله يراعيوا هذا المشكل هذا، ويحاولوا يخدموا يديروا شي حاجه مصلحه الفريق. تحيه كبيره لاحسن مهاجم في 20 سنه اخيرا. يوسف كما تعرف، يوسف تحيه خويا يوسف، ويوسف راه كل يوسف المعروف يا طاهر، انت المعروف يا وقيلا راه كيخدم معروف، حتى هو راه سلم عليك ما عارفين هو كوب. تحيه لخويا خالد، وكيقول شي كما تيعرف اخويا رضوان، يوسف باش نحيدوا القيل والقال بزاف د الحوايج. يوسف من الناس اللي تيبغي تيكنوا على الحب كبير فريق الجيش الملكي. يوسف هذه الوقيته اللي فريق الجيش الملكي رجع، شي يوسف، يوسف قوت. انا يوسف راه جمعني مع صداقه كبيره بالعائله ولا اكثر من خويا يوسف بقوه العلاقه. يوسف من بين الرجال، ماشي اللعابه، من بين الرجال اللي دازوا فريق الجيش الملكي. وما عمرك تصيب بحال يوسف، انا نقول يوسف من الرجال اللي دازوا فريق الجيش، رغم هادشي اللي طرا بينه وبين اللي طرا مؤخرا القيل والقال وكذا. يوسف تيعرف بزاف د الحوايج وعاش فريق الجيش الملكي. ويوسف واخا يلعب في الملعب تيبقى ديما تيحب واحد، تيكون واحد الاحترام كبير للفريق، وتيكون عنده واحد الحب كبير للفريق الجيش الملكي. خاص فريق الجيش الملكي الوقيته اللي قلت لك اخويا رضوان كنا عايشين فيه، كنا عايشين بحال العائله، كانوا بزاف د الحوايج اللي ما عاشوهاش دابا الجنراسيون اللي مورانا، اللي كانت خايبه. وما عمرنا حنا كانت تخرج ولا بزاف د الحوايج، وكنا تنلعبوا تنحملوا القميص ديال الفريق، كنا تنلعبوا الالقاب وتنلعبوا. ديك الساعه ما كانش الماديات كثر بحال دابا. حنا انا رضوان هذا قلت، انا راه عارف راه الدراري كل جنر. انا راه من انا راه من اللعابه اللي يلعب في فريق الجيش الملكي، وما خرجت والو من الجيش الملكي، ما استفدتش في الجيش الملكي، ما ديت حتى حاجه من الجيش الملكي. باش يعرفوا الجامعه، باش يعرف الجمهور العسكري كامل، انا راه كنت في فريق الجيش الملكي، ما كنتش ناخذ بحال الدراري، ما كنتش ناخذ والو من الجيش الملكي. دازت واحد الوقيته في فريق الجيش الملكي اللي لعبت فيها كلها، ما كنتش ناخذ بحال الدراري، وراه الدراري اللي جراسو كلها ديالي عارفه. هذا هو ومع ذلك كان احترام كبير، كانوا الجيش الملكي الفريق. انا اصلا كانوا حوايج كانوا خايبين، كانوا بزاف د الحوايج. راه بنادم راه حنا باشا، حتى انا درت حوايج خايبين، حتى كانوا حوايج زوينين كانوا حوايج خايبين. وانا حتى هما في الفريق فضلوا عليا كبير، هو اللي بين صوره بين جواد ودوش ولا الاسم ديالي كبير في البطوله الوطنيه. الحمد لله حتى هو عطاني الشيء الكبير هذا، ما تنكرش الخير ديالو. انا نتمنى ان شاء الله انا الفريق يرجع للهيبه ديالو. انا ما محتاج، انا اصلا ما تنهضرش معاكم باش يمنوا عليا ولا تنتسنى منهم شي حاجه ولا شي حاجه. راه كل عارفني، كل شيء تيعرفوني تيعرفوا جواد ودوش كي داير. انا تنتمنى الجيش الملكي يبغي على ودوش في راديو مارس. على من؟ قالك علاش ما كتهضرش على الجيش، زعما الجيش في راديو مارس؟ ما تجيش تهضر، علاش غنهضر نهضر نزيد نحك على الجرح. الجيش دابا يعني كيعاود بحال كدير التكرار داك الشيء اللي داير في الفيسبوك ويعاودوا حنا. كون كانوا تهضر على الجيش، تهضر على كون كانوا القاب بزاف د الحوايج غادي نهضر عليها وفرحان وداك الشيء بزاف. الا هضرت عليها دابا بغيت نرد بحال بغيت نبقى نحك البنادم في الدبره. الناس ديجا مضيومين كما تنقولوا بهذه اللغه ديالنا ديال الدارجه، مضيومين من النتائج ديال الجيش. الا جيت نبقى نفكر الجيش ديما نجبدها في الراديو نفكر بزاف د الحوايج، غادي تبقى تضحك على الجرح، وتبقى تزيد البنادم تبقى تفكروا في شي حوايج اللي خايبين. كون كانوا نتائج بزاف د الحوايج غادي نفكر. بالعكس انا غنفرح ونبقى نجبدها كل صباح، انا نهضر عليها كاع قبل ما ندخل. كاين اخو جواد، وبالنسبه لواحد السؤال عاوتاني، قال لك شنو الراي ديالك في هذا المدرب الاجنبي كارلوس؟ واش تفرجت في الماتش الاخر ولا ما تفرجتش في الماتش الجديد؟ تفرجت اخويا، تفرج شويه، ما كنا حنا كان عندنا الماتش كنا لاعبين اخويا. تفرج شنو الراي ديالك؟ الراي ديالك دابا في المدرب الاجنبي شوف انا ماشي كونتر المدرب اجنبي ولا مدرب، شي تجيب مدرب اجنبي تجيبو اللي غيعطي اضافه، ما جيب مدرب اجنبي اللي غادي يكون احسن من المدربين المغاربه اللي غادي يعطي اضافه. مدرب اجنبي اللي غتجيبو راه جاي لفريق الجيش الملكي،
انا اصلا رضوان نقول لك واحد الكلمه، فريق جيش ملكي راه ماشي، راه ماشي فريق عادي، ماشي فريق اللي صغير اي واحد يجي يدرب. ومين غتجيب؟ غتجيب مدرب غنجيبو في القيمه ديال الفريق، ما تجيبش انا مدرب واحد عادي كدا حقاش عينيه خضرين ولا كدا باسبور حمار ولا اسمنا. ولا جيب كونترات تجيب غادي نجيبها، ماشي جيبو ولا جيبو زوين انا بغيت نخرج معاه انا للمول ندير معاه قهوه في المول. راه جيب واحد، نجيب مدرب اللي غادي يجي الفريق اللي غيعطي غيرد ديك القيمه ويكون حاس بالمسؤوليه بلي راه جاي الفريق اللي قال لك جواد. قال لك يوسف قال لك بالرجوله كلشي كان تيشد 3000 درهم الا اللي انت كنتي كتشد 1000 درهم. اه ما عقوا بك يا جواد وتعطيو و1000 درهم انا راه نمشي نخدمها في اسبوع تنجيب غرامه 1000 درهم. ويوس اه وباش تعرفها امي تدخل وتدخل اه امي تدخل التيران تدخل التيران سي الجمهور ما كانش يعرفك على الفدره ما عرف وخاصه هو يدوز يمشي يهز الخاميه باش يتعالج ما عرفيش يهدر. ولكن رضوان راه عاجبني، راه عاجبني يوسف دابا راه داير خدمه نقيه والله الا بعد واعر 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 يوسف. لا لا يوسف 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 خونا واحد من ان كرون مونسيو، لا كوره لا فروج ولا اخلاق، بزاف د الحوايج اللي ما عارفينش الناس على يوسف. يوسف اطيب خلق الله والقلب الكبير، ومن الواحد اللي تيبغي الخير للجميع. يوسف انت يوسف راه تسول يوسف ماشي على اللعابه شي حاجه بزاف اللي في السونتر اللي هادي في السونتر تيدوز محضر الربيع تسولوا على يوسف تيقول لك الطيبوبه والقلب الكبير وبزاف د الحوايج. يوسف ايجابي، ويوسف من النوع اللي ما النوع اللي ما تيخزنش، النوع اللي في فمو يقولوا لك يوسف في قلبه اطيب خلق الله حنين بزاف د الحوايج. ولكن راه حط الهضره كلها حطها هو انا في الفتل تحتاني اللي جاتو على شنو يقولها ما يخزنش عليك انت خايب خايب زوين زوين هادشي اللي كاين شي رضوان رضوان اخويا يوسف يوسف انا انا اخويا رضوان انا راه يوسف انا من اللعابه اللي كنت اللعابه اللي لعبت شي البيتور الاولى اللي ديت فريق الشمالكي كنت مركي انا البيتور ديال ليكيب وهذه راه معروفين هذا الجامع. وفي الاخر كلشي اللعابه تياخذوا الشيكات تياخذوا كل شحال تياخذ الله يعاونهم. انا راه كارف انا خوتي هذوك هذه الله يسهل، وانا خديت في الاخر 3 مليون و200 الف فرانك اللي جاني في كل شيء. هادو 105 كيسانس دايره 3500 ومع ذلك ما عمري خرجت انا بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج ما يمكنش تكون صافي. دابا انا ماشي فات اللي عطى الله عطانا هذا الشيء تنقول راك عارف مع خوتي وكذا والجمهور وتنتقاسم معاهم. دابا شكون الاب الروحي ديالكم اللي كان تما خويا الاب الروحي ديك في ديك الفتره ديال 2005 الواحد اللي كان لعب؟ دابا حنا في واحد الوقت كان حنا مثلا حنا في الفيراج مثلا تنقولوا مولع عقل كاين كابور دوان كابو عمر كابو طيرو كابو سفيان فهمتيني. نتوما في الفرقه مثلا شكون اللي كان عندكم قال لك يوسف قدامي لساني كيتبرى مني شنو؟ قال لك لساني كيتبرى مني يوسف انا يوسف يوسف يقول لك الاب الروحي ديالنا الاب الروحي ديالنا كنا دايرين اب روحي ولكن صدق هو باغي يتصور معاه والشيطان باغي يتصور معاه يدير معاه سيلفي وما صابوش. المهم انت راك عارف هو راه عارف يوسف بزاف د الحوايج. وين اخويا اللعابه جاي راسو وسلا كاين شكون؟ وسلا حسين 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 راك كما تعرف جميع حسين راه عارف راك كل شيء تعرفه. حسين راه من الناس اللي قدام فريق الشمالكي واحد اللي جينا صغار هو اللي مدنا يد المساعده وبزاف د الحوايج اللي عاوننا بها وشله في الفريق في هذيك الوقيته. داك الشيء اللي كاين. وقول لنا خويا اش كيما لك في هذه العزاله اللي عندنا دابا وهاد الافارقه الثلاثه اللي عندنا كوليفالي وطونغارا ونزينغا وباكايوكو ديجا ضربت عليهم حتى الشيخ حتى الشيخ راه محسوب على الاجانب. لا لا ان شاء الله هذاك الشيخ دابا هو تيمثل الشيخ حتى هو تيمثل دابا ولد الفريق. دابا ما يمكنش تهضر على شي واحد من اللعابه رضوان. لا ماشي انت زعما تهضر لي على كل واحد بوحدو هنا على الاجواء دابا حاليا دابا على المستوى ديالهم المستوى ديالهم انا نعطيك انا نقول لك انا نشرحها لك بواحد الطريقه. يعني في الفتره اللي كان فيها فاخر
كان شي لعابه جالسين في البونتوش، كنا كنشوفوا لعابه اخرين في وسط الميدان فهمتيني. من مول فاش مشى فخير الظروف، حنا فخير شوف فخير راه غيبقى فخير عندنا كيف ما كيف ما كيف ما كان الحال، لانه حتى هو ملي مشى من الجيش ما قالش شي كلمه في حق الجمهور وما حتى شي حاجه، بالعكس عكس شي كما كتقول انا عكس شي وحدين الناس اخرين اللي هزينا بهم كبرنا بهم في الاخر مشاو ولعتونا حنا كما تقول لك قال لك جمهور قال لك موسخين وهادي فهمتي. عرفت بالنسبه للفخير، بالنسبه للفخير فاش مشى وكان بولا خدا المسؤوليه يعني ولينا كنشوفوا الشباب ولينا كنشوفوا اللي جون تيطلع مثلا بوطويل وليت كتشوف صافي وليت كتشوف كاين واحد التغيير شويه فهمتي. انا ما تنفهمش داكشي نكذبش عليك، انا داكشي اللي تكتبوا راه اللي تنقرا راه تنقولوا لك. انا ديجا هضرت لك على هادشي دابا على حساب دابا ملي تتصل المدرب اللي جا ملي تهضر معاه تيعطيك المبرر ديالو، كل واحد كاين اللي تيكون مطلوب بالنتائج تيفضل يجيب امتدابات من برا، يجيب لعابه اللي ديجا عارفهم اللي عندهم القيمه ديالهم في الدوري. هذا كل واحد الظروف فين طات، ولا الظروف الشغال اللي فرضت عليه ظروف الشغال، واش يلعب بلاعب ديال المدرسه ولا مطلوب بنتائج والقاب يجيب لعابه اللي يجيب يدير ديريكتمون. كل واحد اخويا كل واحد غيعطيك اعذار ديالو. انا الحاجه اللي غادي نقول، انا ديجا هضرت عليك قبيله على محسن بولال واحد من اللعابه ومن المؤطرين اللي عايشين في المدرسه ديال الفريق الجيش الملكي، وتيعرف اللاعبين اللي كاينين دابا في ليكيب دي سبوار وداك الشيء اللي هم مهنيين باش يكونوا في ليكيب ا. داك الشيء باش شفنا بعض المرات تيبان لك لاعبين صغار اللي دابا وطلعوا في هذه المقابلات الاخيره اللي كان شدهم محسن، شفنا كاين لاعبين صغار اللي طلعوا وبانوا على مستوى كبير مقارنه مع اللاعبين اللي كانوا تيلعبوا قبل، واسماء ما كانش واحد الفرق بيناتهم، فرق في المستوى. هاد دابا كل مدرب والعقليه ديالو. دابا محسن بحكم ولد الفرقه غادي يبغي يلونسي الدراري ديال الفرقه ولاد المدرسه باش تبان الخدمه ديال الاطر اللي كاينه تما، وبزاف العوامل اللي تيخليو باش اصلا محسن يفكر ثاني، يفكر بزاف الحوايج، يفكر في الماديات اكثر الفريق باش ما تكونش عن خساره كبيره، ما يكونش هناك مشكل مادي عند الفريق في الانتدابات وداك الشيء، وهما يجيب ابناء الفريق وتكون والفريق يقدر توفر عليه بزاف الحوايج. وانتوما بلا شي خا جاوز وكسمح لي غير جواد، انتوما كما قلتي كما قال يوسف وكما قلتي انت في العهد ديالك كنتي انت كتشد 1000 درهم والاخر تيشد 3000 درهم، هذا العهد هذا اللي كاين الكره وكاين الفلوس ما كنلقاو حنا يعني كنعيشوا الازمات 10 سنين ديال الازمات. انتوما في العهد ديالكم شنو هو سر النجاح ديالكم واخا داك كما تيقولوا الفلوس ناقصه وما كانش داك ما كانش الفلوس رضوان في هذا المستوى اللي كاين دابا. دابا الريتم ديال الماديات اللي ولا دابا في البطوله الوطنيه ما كانش ديك هذا كل وقيته وقت رضوان ما يمكنش ولكن حنا ما كان والو ما كانوش الفلوس في هذا المستوى في بحال ديال هذا الوقت هذيك، كانوا الحوايج من بين الدوافع اللي كانت يخلونا باش نكونوا سعودي ونكونوا جروب واحد وخوت وعائله ونضربوا، هي كانت ديك الساعه حنا عندنا لا بريم، حنا اصلا تنستافدوها من البرين، خاصنا نربحو باش نربحو الفلوس، باش نربحو الفلوس خاصنا نربحو، ماشي بحال دابا ولي كونترا، دابا كونترا تقدر تخد العام عامين، شوف على حساب داكشي الكونترا ديالك اللي عندك مع الفريق، خدرت سالي كونترا ديالك عندك الحق انت حر تمشي لبزاف فرق. حنا ديك الساعة كانوا بزاف الفروق اللي كانوا تيجيو فرق كبيرة اللي كنا تنسيني معاهم ومن بعد ما تمشيش، ما عندكش الحق تمشي، ما كانوش كونترا تيحميوك بحال دابا، كنت ديك الساعة أنت كونترا ديالك هي الفرقه، انا الفريق يبغي يقول لك بالسلامه وما يخليوك تمشي. كانوا بزاف الفروق اللي كانوا كبيره، راه يوسف راه بزاف الحوايج، كان ياسين راه خالد راه ياسين ناعوم راه بزاف اللعابه اللي كانوا عندهم عروض كبيره من فرق كبيره، راه عندهم انا قلت انا شحال فرقه اللي كانت سينما فرق كبار ومن بعد ما تيبغيش يخليك، ولكن ما عندكش الحل غاتمشي تجلس رضوان. كانوا بزاف د الحوايج تشوف واحد التعامل اخر، بزاف د الحوايج اللي كانوا تيمنعوك ما تقدرش تخرج كيما دابا تشوف دابا كلمه جوج تيخرج بنادم الصحافه دارو العلو دا. حنا لا حنا كنا واحد القيده بنادم تنقولوا داكشي ديالنا يبقى بيناتنا تنخليوه بيناتنا، حنا مهم هي خاصنا نكون جروب باش السيمانه باش في الخط السيمانه ندخلوا ديك ساعه ونص يربح بنادم بريم ديالو، وهذاك هو اللي تيخلي الجروب باش يزيد ربح، تتفكر في الربح هو اللي تيخليك تكون ديما قريب نتائج ايجابيه تكون تلعب على القاب. كانوا معنا دابا اللي كيرجع لهم فضل كبير، كانوا معنا الدراري بزاف بعقلهم اللي كانوا تيعطروا، راه كنت انا صغير مازال صغير شويه كان يوسف، واخا انا جيت قدك كبير من نهار زاد ديال قدك
لا كان انت جيتي هكا مازال هكا. كان يوسف، كان ياسين ناعوم، كان جدو، كانوا بزاف الحوايج. كنا حنا دراري كنا جينا على جناصو، كنا مدرسة صغار، صفنا دراري اللي كانوا كبر منا، اللي كانوا تيأطرونا تيجدونا تيعطونا بزاف الحوايج، كان تيعطيونا اللي فاتنا في الحياة ديالنا. كان طارق جرموني، كان عبد الصادق، كان بوبو، كان حسين، كان فضلي، كان الرقادي، كان علي بوير، كان توجاني، كانوا بزاف الحوايج اللي كانوا، كان قاسي، كانوا بزاف ديال الدراري اللي كانوا تيعطونا ديك النصائح اللي كنا حنا مدى صغار اللي كنا درنا بها وفاتنا في الحياة ديالنا. هذا هو اللي كان خلانا حنا داك الشيء، هذا هو اللي كان السر ديال النجاح ديال ديك المجموعة اللي كانت في هذاك الوقت. كانوا مستقبل احسن دخل، مصطفى احسن دخل. والله مشى لي الويفي من المحل، يلاه جا. وقلنا خويا الشيخ جواد، شي نصيحه للجمهور دابا في هذه الظرفيه بالضبط. علاش نقول لك شي نصيحه؟ علاش؟ حيت بني وجبد انا خي جواد، شاد الدوله كيسمعوا لينا كاملين، صبرنا وكل عام تنصبروا وتنقولوا هذا العام وتتراو مشاكل وتنجيو وسط العام عاوتاني وتنعاودوا نقولوا لا هكا، تبغوش نديروا الرياكسيون على ود الفرقه وعلى ود مصلحه الفرقه، فهمتي؟ دابا خويا رضوان انا حاجه واحده غنقولها للجمهور، اسمح لي الجمهور، الجمهور عامه، الجمهور ديال الفريق الشمالكي والجمهور تيبغي الفريق، الجمهور ديال الفريق الشمالكي انتم اصلا الجمهور شكون تيبغي؟ تيبغي الفريق، تيبغي دوك 3 كولور ديال الفريق، ما تيبغيش اكس ولا ايكغيك ولا جي. شي كيما جا اليوم غيمشي غدا، راه دازو وحنا راه كانوا قبل منا جناص وداز دزنا حنا مشينا، جاو واحدين مورانا مشاو، جاو مسؤولين اللي قبال كانوا مع الفريق مشاو، راه ما يبقى توا، غتبقى الحب ديالكم لهذاك الفريق، انتم ما تحبوا الفريق ما عندكمش علاقه، المهم هما بينهم وبين اللي خلقهم، الله يهديهم على الفريق. وإلا كانوا شي حوايج، إلا هما كانوا راضيين على راسهم يشوفوا الفريق تيمر مع هذا الشيء اللي فيه دابا الفريق، الله يهديهم وصافي. انتم اصلا تبغيو هذاك الفريق، تشجعوا فريق اللي اسمه الجيش الملكي، ما عندكم علاقه لا بزيد ولا بعمر ولا باسم. قول طلب الهدايه تجيهم من الله، ويشوفوا في هذاك الجمهور، ذاك العالم تتعذب، هذاك الجمهور، عائلات والناس تيخليو قرايتهم دراري صغار وتيموتوا، كاين اللي مسكين راه في السجون، كاين بزاف الحوايج. نتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع هذا خويا رضوان، تطلب انا من الجمهور العسكري كامل يكون واحد الحضور جماهيري كبير، باش يبينوا الحب ديالهم هما للفريق، ماشي للشخص الاكس ولا ايكغيك. اما هاد الناس احنا جايين تنساندوا الفريق ديالنا، احنا بغينا الفريق يرجع للايام ديالنا ونساندوا. وشوفوا الرياكسيون ديال اللعابه مساكن وسط التيران، ما غير نشوفوا التيران عامر، كاين تيران داير بالجمهور العسكري ودوك الوان دوك 3 كولور اللي كانوا قبائل وداك الشيء، ويشوفوا ساعه ونص ديال التشجيع، بنادم ما يسكت، ماشي دوك الجمهور اللي تيجي وتيقلع وتيقلس. نتمنى ان شاء الله يجي الجمهور اللي غادي يساند وغادي يعطي ويعطي البيس لدوك اللعابه وسط التيران، وشوف الرياكسيون ديال اللعابه في هذه المباراه هذه. راه قلت لك انا كانوا مباريات قبل، راه يوسف، راه خالد معروف، راه الدراري بزاف الدراري اللي شاطروني الراي، كانوا مباريات اللي كنا ربحناهم حنا بالجمهور. والله اخويا رضوان الا حنا ربحنا مباريات بالجمهور، حنا ما كناش دايرين، كانوا بزاف د الحوايج اللي هاك تجي واحد القيادة تكون البيز فورم، ما تيكونش بلا ما تدورش ما تدورش الفرقه، عرفنا كنت ما شراجانيش بهذيك الهيبه، بهذيك الهيبه ديال الجمهور، بالهيبه ديال الجمهور وبزاف د الحوايج هما اللي تيخلوا لك كيبا دفير تفكر في الجمهور، ما تفكر فيك انت لاعب حداه. وهذه تحية كبيرة للجمهور على هذيك المساندة اللي كانوا، والناس اللي باقيين في الحياة الله يطول عمرهم واللي توفى الله يرحمهم مسكين، تنشكرهم على هذيك المساندة الكبيرة اللي كانت يساندونا واللي كانت يساندو جواد ودوش بالعكس. وما نطولوش عليك اخويا جواد من هذا المنبر اخي، تنشكرك على التواضع ديالك، وتنشكروا الدراري ديال الجيل 2005 كامل، الجيل اللي خدام وردام والله يسهل عليه، ومنهم انت ومنهم معروفي، منهم سراج، منهم ناعو، منهم الدراري كاملين، من نسيناش بواحد بواحد، اي واحد اي لعاب محتاجنا حنا راه خوتكم، حنا راه عائله ديالكم، راه بجنبكم ان شاء الله. ما كرهناش الصراحه، ان شاء الله اخويا ما عندناش الجهد لكم اخي جواد، اما والله ما كرهنا حنا ديك الجيل ديال 2005 كامل، نشوفوه في التيران، نشوفوه في ان شاء الله. خاش كاين هذاك الجيل ديال 2005، الجيل ديال 2005 هو مقصي بزاف بزاف د الحوايج مع الفريق ديالو، عطى الفريق نتمنى ان شاء الله يكون عطى الفريق خي جواد، عطى الفريق وعنده تبارك الله. دابا كاينين اللعابه راهم معروفين، كاينين اللعابه اللي عطاو الفريق وفازوا بالقاب في هذا الجيل هذا، نتمنى ان شاء الله تكون واحد الالتفاته اليوم من المسؤولين يجيبوا دوك الجينيراسيو تا هما يخدموا، خاطر هذوك راه هزوا راه هما اللي جابوا القاب كبيره لفريق الجيش الملكي، وتكون واحد الالتفاته اليوم مساكن يردوا لهم شويه لهذوك اللعابه، راه كاينين اللعابه مساكن اللي يستاهلوا يكونوا خدامين تا هما في الفريق، وترجع لهم ديك الهيبه ديالهم ديال داك الشيء اللي قضاو في فريق الجيش الملكي. ونتمنى ان شاء الله، انا نتمنى ان شاء الله من هذا المباراه الفريق يرجع السكه ديالو ان شاء الله صحيحه،
ونشكر الجمهور، الجمهور كامل خويا رضوان، نشكر جميل الجمهور الله اللي ساند يسهل عليك. الفريق واللي ساندنا في الوقيته اللي كانوا فيها القاب، اللي كانوا في زاد الحوايج، وتنشكر اللاعبين اللي دازوا اللي حملوا الفريق، اللي حملوا قميص الفريق الجيش الملكي كلهم بدون استثناء، تنشكرهم على داكشي اللي عطاوا للفريق واللي ضحاوا من اجل اسعاد هذه الجماهير هذه اللي تحج الملعب. ونتمنى ان شاء الله الزعيم يرجع للهيبه ديالو ان شاء الله، ويرجع للمكانه ديالو الصحيحه اللي هي الالقاب ان شاء الله والنتائج الايجابيه. ونتمنى ان شاء الله نشوف هذا الروتو هذا ان شاء الله يكون من احسن هذه السنين كلها اللي دازوا ان شاء الله، وتكون واحد البدايه ان شاء الله مزيانه للتوهج للهيبه والتوهج ديال الفريق الجيش الملكي ان شاء الله. الله يحفظك على جوادك، حافظ شي ديسك ولا والو؟ عقل على شي ديسك ولا والو؟ ديال المجموع ديال الجمهور ما كانش ديك الساعه اللي كان فيها ثروه جيك عجبك. لا دابا ديك الساعه وانا مليم هذوك اللي حدايا خاصني نهز الخاميه كون كنت نكسبهم توج نحفظهم كاملين. لا احسن واش داش عندك جواد؟ لا والله تاع عزيز عليا، شوف ملي كانت تطلعوا هذيك، ملي كان الجمهور تيطلع هذيك الطلعه ديال بلاتي نقول لك ويوبا جمهور العسكري، جمهور العسكري برافو علي لي فا علي علي لي فا، هذيك وتطلع الجمهور كله والله هذيك قال لك هذيك مع تيطلعوا بها تيبان لي خاصني نجري بهذاك اللي حدايا كاينه. والله يطول عمرهم ان شاء الله كما قال لك خويا جمال، احترامات ليك وراك عزيز وغالي وتبقى من الناس كبار لين الفائده من جد. انا راه الاشاره خويا في مكان الحاجه مرحبا خويا، قال لك العسل العلوه العلوه حزك زاد هذو البريمي. اقول العسل عاود لك نهار ضرب الزلزال وطاح وطاح من فوق فوتي انا عزاب فوتي وطاح وين هاد الزنزير ماشي جد الزنزير. بارك الله عليكم اخويا رضوان وتحياتي جميعا تحياتي ان شاء الله. لا وديما بكم اخويا ديما عسكر تسلى القبر. لا حدك يا الله يعزكم اخويا تبارك الله عليك، شكرا للجميع اخويا. لا يحفظك ان شاء الله اخويا في المطبخ ان شاء الله، شكرا اخويا الله يكبر فيك. سلام. ممكن مشي الدراري احنا عندنا مع القاص فهمتيني، الدراري هاد الدراري هادو اللي كتشوفوهم طالعين في اللايف راه غير الدراري اللي عندهم اللي تبارك الله تنعرفوهم رجال وعطاو ماشي ما عطاوش عطاو. انا ما كرهتش دابا نطلع سبايكر سبايكر الكابو في واحد اللي غيعطينا اضافه فهمتيني، كنت تنقرا التعاليق صراحه، كنت نشوف كنت نشوفكم تنسمع الجواد وتنشوف شي تعاليق، راه الهضره سهله، راه تنقولوا الهضره سهله صراحه. كنشكركم بعدا على انكم عطيتونا الودنين ديالكم، الهضره سهله راه سهله، ندخل نبقى مكريتيكي ونكتب 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 ونكتب. المشاكل اللي فرق كبار من كبر بزاف، كبر من التقشف، كبر من الميزانيه، كبر من المدير التقني اللي فرض داير بحال شي سلسله، السلسله الا كان شي خرصه فيها مقطعه راه ما عمر غادي تكمل فهمتيني. بالنسبه للجمهور، بالنسبه للجمهور انا تنقول لكم الجمهور راه تيبقى هو الحل، الجمهور هو الحل ديال الفرقه. الجمهور الا ما كانش الجمهور خصوصا حنا نقولوا وتحيه لكورفاتشي الترا عسكري وبلاكارمي بجوج من هذا المنبر، كنتمنى الماتش الجاي تكون واحد السياسه جديده في تاطير الجمهور، يعني ماشي تنقول تاطير الجمهور حنا يعني حنا جمعيه ولا جمعيات تيديروا الدور ديالهم داكشي قانوني. بالنسبه لينا حنا في الفيراج بغينا نعطيو واحد الصوره زوينه في الهندام اللون الاسود ولا لاميا بعد نستايك على ود داكشي لاميا انت قلت لك على ود الهدام مثلا يجي لابس كيط ماك حلا يجي لابس كيط ما وما كرهناش داك الباب ديال التسعود، الباب التسعود الباب التسعود يبقى يمشيو ليه البنات، يمشيو البنات تما يمشيو يجلسوا. اختي لاميا سير اختي جمعي لنا الباب البنات، لا لاميا بنت الشاوي طلع اختي البنات دير لنا البنات الباب التسعود اختي، راه ولينا كنشوفوا شي فنيكيشات في ذوك الفيراج راه الله يسر والله يحفظ، راه تصدق ميشه لنا شي وحده محتولي محسوبه علينا، ديو لنا الباب التسعود اختي عز ليهم. وبالنسبه للقصيرين ان شاء الله من هنا لقدام راه غنديروا لهم شي حل والله، هذوك القصيرين اللي كيجيو التيران انا تنهضر بالريشان، دوك القصيرين اللي كيجيو التيران تيبغوا يدخلوا ما عنده لا لاكارت ناسيونال ما هرب من سالت من الدار ولا هادي حشومه تيبقى فيك حدا الباب ما تبغي تدخلوا ما كتلقاش، تنتمنوا اننا نلقاو لهم شي حل، نديروا لهم تاهما باب ديالهم يدخلوا لهم ديالو يدخلوا يجلسوا تما يكبروا في ذاك المكان بحب الفريق ونبقاو
كيف ما قلنا موحدين، صوت واحد، عقلية واحدة، والهدف واحد، أننا كنبغيو الفرقة ديالنا غندعموها ونشجعوها في السراء والضراء، ما تخليناش عليها في الفرح عاد نتخلاو عليها وهي غارقة عمرها غادي تكون اليوم. واحد الحاجة، كاين 371 واحد تسمعني ياك، قلت له واحد 366 سمعوا اش غنقول لكم. اخر حاجه طرات، اخر مقابله ديال تشيطوان، خرجت من مورفيستير ونطلق واحد خينا في المسؤول في الجيش، قلت ليه علاش ما كتقطعوش، علاش ما كديروش لينا الوراق، علاش ما كديروش لينا الوراق، كتسمعوني ياك؟ اللي كيسمعني كل كيسمع يدير واحد يكتب واحد يكتب واحد يكتب واحد. حيت الهضره هذه مهمه وهي اللي خصنا دابا نركزوا عليها الا بغيتو تنجح الحمله ديالنا، ديال حمله الجمهور، والحمله ديال اننا نتصالحوا مع المدينه ديالنا ونتصالحوا مع الجمهور ديالنا وردوا العائلات ونحيدوا تخسر الهضره ويكون هذاك يعني ساعطيونا ودنيكم، وهذه الهضره اللي غنقول لكم وهي اللي غادي تطبق. واش غدير اخويا شبيشه بعدنا ما نديرو؟ لا لا، بالنسبه لي كما قلت لكم الدراري كتسمعوني مزيان ياك، اخر ماتش كتلاقاش مع واحد المسؤول في اللور في الفيستير، جيت الكيران كان واحد الدري دخل التيران، واخا انا كونتر داك ديال دخل التيران كضرنا اكثر ما كضر. علاش؟ لاننا كنوليو حنا نمشيو نطلبوا على الدراري وتمشيو ما يمكنش واحد تيتبان لك ود الفيراج وما طلبش عليه، شنو نخليه؟ ما يمكنش. بان لي واحد المسؤول وانا نقول ليه علاش ما كديروش لينا الوراق قبل الماتش؟ علاش ما كديروش لينا الوراق قبل الماتش؟ علاش كديروا لنا الوراق حتى النهار نهار بنهار بنهارو؟ علاش ما ديروش لنا الوراق نهار الخميس؟ ياك بغيتو الفرقه، ياك قلتو الفرقه جايه وفرقه خدامه وكاين واحد وكاين واحد استراتيجيه ديال العمل وكاين واحد رؤيه مستقبليه. يعني ملي كتقولوا بحال هكا كتقولوا للجمهور هذا العام هذا ما كاين والو، وحنا راه عارفين ما كاين والو، تنتفائلوا ان شاء الله ربي معانا، غير ما غيخيبناش وبرضارة الوالدين غادي نحاولوا واخا نجيبوا ديال ما افريقيا. ولكن علاش ما كديروش لنا الوراق 4 أيام 3 أيام قبل الماتش؟ وعلاش كديروا الوراق؟ ملي كديروا الوراق كديروا مي في عقوب المنصور، ما كديروا الوراق في سلا، ما كديروا الوراق في تمارق، ما كديروا الوراق في التقدم، ما كديروا الوراق في المدينه، ما كديروا حتى شي وبزاف. اختي نامي، انا اختي الدوره هادي تجي، انا اختي نامي عندك شي عرس تجي خضر لي وفاش امشي. علاش ما كديروش لنا الوراق قبل الماتش يا صاحبي؟ بغيتو تصالحوا مع الجمهور؟ انا نتحدى هذا السي الايوبي هذا يخرج يقول لينا انا بصفتي رئيس فريق الجيش الملكي، رئيس المنتدب، جيش في 2015، ما نجحش في 2015 2016 2017 2018 وما غنجحش في 2019، ولكن غنجح في 2020. والله تنصبر عليه، وما عمرنا شفنا وجهه، وما عمرنا سمعنا صوته، تنشوفوا تصاوروا مع التصاور ديالو، هادشي راه بزاف اصاحبي. احنا راه جمهور، احنا صاحبي راه جمهور الكره، راه الجمهور الكره ماشي ليكم نتوما، لي فر ماشي ليكم نتوما، راه غدوزوا حتى للوظيفه ديالكم غتمشيو ومبقاو حنا. ولهذا سمعوا لينا وسمعوا صوت الجمهور، سمعوا شنو تيبغي الجمهور. والجمهور باغي الوراق قبل الماتش، الجمهور باغي تكتبوا بيانات، فاش تكتبوا شي بلاغ في الصفحه تكتبوا بانكم باغا تصالحوا مع الجمهور، واخا ديروا غير بديرك انكم تنقصوا اثمنه صاحبي. راه حشومه عباد الله، راه ما قايله الترونسفير، راه كتجيكم نتوما التيران ساهله صاحبي، التيران ها دور بعد الدوره كاين، راه كاين مسكين اللي كيضرب الطريق على ودك داك التيران اصاحبي، راه كاين اللي كيجي مسكين من القريه من المعموره، كيجي معرفت كاين اللي كيجي من السي الطيبي، كاين اللي كيجي من الصغيرات، كاين اللي كيجي من الناس. الا بغات تخدم راه ساهله، ساهل كيفاش تخدم مع الجمهور، كنهضر على الجمهور. ديروا لنا الوراق الله يرحم لكم الوالدين قبل الماتش في يومين، وديروهم لينا ماشي غير في بلاصه وحده، ديروهم في التقدم في عقوب المنصور، ديروهم. انا عندي حانوت ديال جيد، حطوا الوراق هنا نتحمل المسؤوليه ديالهم، انا حطوا لي اوراق ديالو ولا التقدم هنا نبيعهم هنا الثمن باش 30 درهم 30 درهم 25 درهم 25 درهم 20 درهم 20 درهم كنزيدوا على حد الدراري ولا الدوار الدبر، راه كنا كنمشيو نجيو لهم الكارنيه تنشوف كنبيعو لهم الثمن، راه عارفين هادشي. ديروا لنا الوراق قبل التيران قبل الماتش، هادشي اللي بغينا. واللي بغينا نهار الماتش ان شاء الله راه غادي تشوفوا الكورفا
جديده، شي حاجه جديده في الكورفا، فهمتيني؟ كنقول لكم سمحوا لينا بزاف تنطول عليكم بالهضره، في التيران كيكون حاجه، وفي الفيسبوك تتولي حاجه. عندي واحد من الرساله للصفحات هذوك اللي صحاب تخرج العينين، انا راه تنجيب وجهي، انا راه عندي جوج صفحات جوج باجات، عندي الصفحه هذه اللي كنهضر منها، وعندي وحده ديال البي جي باش خدام بها من حياتي مسحاله دون خدامات. اما غادي تعاونونا بافكار بشي حاجه شي حوايج جداد ولا شي حاجه مزيانه، اما الا تبقى ديروا لنا كوبي كولي ديال داكشي ديال الدراري الصغار ما عندنا ما نديرو به، فهمتي؟ ما عندنا ما نديرو بكم. هذوك تخرج سير بقات تكتب عليا حتى الصباح، كتب عليا حتى الصباح سبني عيرني انا شي باز اللي ما كتعطينيش الاضافه، راه ما كرهتش انا مولاها ما نشوفو مشكله يولي معاه، ولي عندي معاه مشكله صاحبي. هذوك ما كاينش اللي خرج عندنا قد دوك الصفحات صاحبي، حشومه صاحبي، طلعوا شويه النيفو صاحبي، ديروا شي بادرات زوينه، ديروا شي اجتماعات، وديروا اجتماع عندك 10000 واحد 100 واحد تيدير لك جيم، ودير اخويا اجتماع يجيوك هذوك العشره، دوك العشره يا سلام تخرجوا لنا بديسك، وانتم ما تديروا والو اصاحبي. وحنا هادشي اللي تنقولوا راه هادشي راه تنقولوا، هادشي اللي تنقول لكم دابا، حنا راه ماشي تنتفائلوا هاد العام زعما كاينه البطوله ولا كاين لي فار، الا كانت تكون شي حاجه من هنا واحد 3 سنين عامين يقدر العام الجاي، حيت صحيح ما كاين الساس ما كاينش. سمحوا لينا طولنا عليكم، غدا لايف جديد واحد جديد، وتسناو اخوكم سطايكه غدا غيهضر معاكم. تحيه لكم ما نطولش عليكم، دي ماسكر، الى اللقاء. الوالده شي دعوه مع العسل، هذه كارتونتي كارتونتي، شي دعوه شي دعوه مع الدراري مع الجمهور العسكري ومع مع الفار، شي دعوه الله يعاونكم ويسهل عليكم. راه جمعنا الدعاوي ديال الخميس الاسود، ها هما. يلا الله يعاونكم اخوتي، تحيه لكم.